أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الفقرة الأولى من فقرة الصحة. نتابع الحالة الوبائية في قطاع غزة في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا. كيف ممكن أن نحمي أنفسنا من هذا الفيروس ونحن على أبواب فصل الشتاء وهناك الإنفلونزا والرشح المستمر؟ كيف ممكن أنه نأخذ بعض النصائح والإرشادات التي من الممكن أن تحيل دون الإصابة بهذا الفيروس؟ لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الآن عبر الخط أو عبر تقنية السكايب مشاهدينا الكرام دكتور نبيل العيلة، أستاذ الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة الأقصى. دكتور نبيل السلام عليكم ويسعد صباحك. أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم وللمشاهدين جميعا عبر فضائيتكم الكريمة. نعم، أهلا وسهلا بك دكتور نبيل. يعني بداية نتحدث عن الحالة الوبائية في قطاع غزة، حالة من الضبابية ربما يعني تنتاب الكثير من المواطنين، يعني مستغربين جدا من الارتفاع الملحوظ والكبير وفجأة في عدد الإصابات. دعنا نتحدث عن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. نعم أختي الفاضلة، بداية الوضع الوبائي لدينا في قطاع غزة خطير جدا صراحة في المرحلة التي نمر بها الآن، حيث هناك صعود غير مسبوق في المنحنى الوبائي، وكما هو ملاحظ مع ارتفاع زيادة عدد الحالات، وبالأمس كان لدينا 891 إصابة بعد إجراء 3037 فحص، أي بمعدل 29% من حجم الفحوصات المقبلية. هذا يدلل على هناك أن ازدياد وارتفاع حاد في المنحنى الوبائي لدينا، وهذا يدلل ان هناك تمدد افقي وانتشار مجتمعي للفيروس، وهذا نعم. لا في حال وجود مثل هذا التمدد والانتشار، لهذا يعني ان الفيروس كل انسان يمكن ان يكون معرض للفيروس ويمكن ان يكون ايضا مصاب بالفيروس، لذلك الحذر والاحتياط واجب جدا في حاله انتشار الفيروس بهذه الحده. وبالوضع الوبائي الموجود لدينا في قطاع غزه الآن في القدرة السريرية كما هو ملاحظ لدينا في المستشفيات بدأت تنحسر مع زيادة عدد الحالات، وهذا أمر جدا مهم الإشارة إليه، بحيث أنه ما هو موجود لدينا في العناية المركزة في المستشفى الأوروبي هو عبارة عن 100 سرير، أكثر من 60 في منها مشغول، ونحن الخوف القادم نوضحه بشكل كبير، إذا استمر منحنى الزيادة في الإصابات قد نصل لمرحلة نجد فيها سريرا واحدا لمريض بحاجة للأكسجين، فهذه أن نذهب إلى مرحلة التفاضل وهذا أمر صعب جدا، لذلك من المهم جدا أن نؤكد على أهمية التزام المواطن. فمن الأسباب الرئيسية للزيادة وفي هذه المرحلة بالذات أن هناك استهتار كبير من المواطن الفلسطيني بإجراءات الوقاية والسلامة، ورقم واحد. رقم اثنين، لا يوجد نظم وتشريعات ضابطة للمواطن الفلسطيني والمؤسسات أو الأماكن التي يحدث فيها تجمعات بشكل كبير، لأنه من النقاط الهامة للوقاية من فيروس كورونا أن يكون هناك تباعد اجتماعي، فنجد هناك في بعض الأماكن هناك يكون في تجمعات زائدة عن حدها، وهذا يؤدي أيضا إلى زيادة انتشار الفيروس. مع كما أشرت في بداية المقدمة التي تحدثت فيها، نحن الآن على أعطاب فصل الشتاء، وبالتالي يزداد نشاط الفيروس في ذلك، وسوف نشرح أسبابها بالتفصيل إن شاء الله خلال نعم. حديثنا في يعني هذا اللقاء. بالتأكيد من مشكلة كبيرة جدا يعني دكتور نبيل، ربما أن نصل إلى مرحلة التفاضل بين المصابين بفيروس كورونا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نصل إلى هذه المرحلة. لذلك نحن نتحدث عن خطورة الوضع القائم هنا في قطاع غزة، وكما أشرت وذكرت حضرتك أنه نحن مقبلين على فصل الشتاء، وبالتأكيد نعم. في فصل الشتاء أعداد الإصابات بالتالي تزيد بهذا الفيروس. فلنتحدث للمشاهدين الكرام عن ما هي الأسباب التي تجعل هذا الفيروس يزداد وينشط كثيرا في فصل الشتاء. نعم، هنا نود أن نوضحها ونعطيها توضيح بشكل جيد. نعم. لماذا فصل الشتاء؟ فصل الشتاء أيضا نذكر لذلك عدة أسباب. من الأسباب أنه كما نلاحظ أنه يوجد لدينا عدم تهوية في فصل الشتاء، حيث انه نميل في المواسم البارده
إلى البقاء في غرف مغلقة سيئة التهوية، وهذا يؤدي إلى هذا الازدحام، وهذا الوجود يؤدي إلى سهولة انتقال الفيروس في حال عطس الشخص الذي يمكن أن يكون مصاب بالإنفلونزا، في ظل وجود عدم تهوية في المكان يسهل انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. كذلك هذه نقطة رقم واحد، عدم التهوية في وجود المكان في ظل وجود أماكن مغلقة. رقم اثنين، أن الطقس البارد يقلل من مناعة الجسم ضد العدوى في أيام الشتاء، حيث أن الجسم لا يتعرض لفترة كافية من الشمس، لا تسطع الشمس وبالتالي لا يتعرض له، وبالتالي تتراجع نسبة فيتامين دال. وفي الثامنة، هذا الفيتامين له دور أيضا في تقوية نظام المناعة في جسم الإنسان، وهذا أيضا يجعلنا عرضة للعدوى. هذه نقطة رقم اثنين فيما يتعلق لماذا فصل الشتاء. أيضا هناك نقطة هامة، أنه عند تنفس الهواء البارد الملاحظ أنه تتقلص الشعيرات الدموية داخل الأنف لمنعه من فقدان الحرارة، وهذا بدوره يمنع خلايا الدم البيضاء من الوصول إلى الأغشية المخاطية، والحيلولة دون القضاء على أي فيروس يتنفسها الإنسان على أي فيروس يتنفسها، وبالتالي ذروة نشاط الفيروس تتكاثر وتتضاعف في فصل الشتاء. أيضا من النقاط التي نود أن نوضحها من أسباب زيادة في فصل الشتاء، أن تركيبة الفيروس، لو أتينا إلى تركيب الفيروس نجد أنه يوجد لديه غلاف، يجد أنه في خلال فصل الشتاء غطاء الفيروس يظل صلبا في فصل الشتاء، ومما يمكنه من البقاء حيا حتى يقتحم جسم العائل ويغزو خلايا جسم الإنسان. لذلك فصل الشتاء أيضا نود أن نختم بملاحظة هامة وجدا، أنه في فصل الشتاء تكثر الفيروسات، وفي ظل الواقع الذي نعيشه الآن هناك فيروس كورونا الذي ينتشر بوتيرة عالية جدا، وأيضا فيروس الإنفلونزا، ولا سمح الله وجود هذين الفيروسين في آن واحد أعتقد سوف يترك أثرا كبيرا على المريض المصاب في حال إصابته بوبائين في نفس الوقت. نعم، يعني لو نتحدث أيضا دكتور نبيل آخر التطورات المتعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، هل بالفعل تم الوصول إلى هذا اللقاح؟ هل هو متوفر في متناول الدول أم ماذا؟ نعم، هناك الحديث الآن فيما يتعلق باللقاحات كما هو معروف يوجد أكثر من 180 حوالي 200 فكرة لعمل لقاح كانت، والآن ما وصل إلى المرحلة السريرية الثالثة تقريبا 10 أو 11 لقاح حاليا في المرحلة الثالثة. ومن هي اللقاحات التي الآن تتربع على شدة اللقاحات وتقريبا أنجزوا المرحلة السريرية الثالثة؟ لأنه كما هو معروف في اللقاح أنه يمر بست مراحل، الآن من ضمن المراحل المرحلة السريرية، والآن في المراحل السريرية تم تجاوز المرحلة السريرية الثالثة أو الانتهاء منها في لقاحات، والكل يسمع بها، لقاح فايزر بايونتيك الألماني الأمريكي، ولقاح موديرنا الأمريكي، ولقاح أكسفورد الذي الآن على وشك تقريبا الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال أسابيع، وأيضا اللقاح الروسي سبوتنيك، هذه اللقاحات واللقاح الصيني سينوفاك. لكن بالمجمل والمقارنة، هذه اللقاحات كما هو متعارف اعتمدت على ثلاثة طرق رئيسية في عملها. لو أتينا على سبيل المثال إلى اللقاح الصيني، فكانت الفكرة تبعته تعتمد على أنه فيروس مضاعف، هذا الفيروس المضاعف فاقد لقدرته على التكاثر عند دخول الجسم الإنسان، ولكنه يحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة. ولكن الإشكاليات التي حدثت للفيروس سينوفاك الفيروس الصيني أنه قد في المرحلة الأخيرة السريرية الثالثة قد توفي أحد المتطوعين. أما اللقاحات الأخرى، كان اللقاح يعني بشكل موجز جدا أوجز لقاح موديرنا ولقاح فايزر بايونتيك يعتمدوا على المسنجر RNA، المسنجر RNA بحيث أنه يحث الجسم على تكوين مستضاد، هذا يحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة. أما اللقاح الثالث وهو لقاح جامعة أكسفورد، هذا كان يعتمد على فيروس الشمبانزي اللي هو شمبانز أدينوفيروس فيكتور، وحتى وجدوا أن النواقل الفيروسية، الفكرة التي اعتمدت عليها شركة أكسفورد لأسترازينيكا، النواقل الفيروسية في اللقاحات وجدوها أيضا تعتبر من أفضل التقنيات ضد فيروس كورونا. ليش؟ لأنها تمكن من استجابة مناعية في جرعة واحدة، وكذلك بالمقارنة وجدوها آمنة على الأطفال والمسنين.
النقطة الأخيرة في درجات الحرارة، نعم. ليش وجدوا أكسفورد ممكن أن يكون مميزا أو موديرنا؟ لأنه باللقاح فايزر يحتاج إلى ناقص 70 إلى ناقص 80 درجة مئوية، أما بالنسبة للقاح موديرنا ممكن أن في درجات الحرارة الثلاجة يمكن أن يبقى لمدة شهر، كذلك أكسفورد. فدرجات الحرارة أيضا تلعب دورا في المفارقة ما بين اللقاحات، وخصوصا أن هذه اللقاحات سوف يتم توزيعها على مستوى العالم. نعم، تأكيد كلام مهم وجميل جدا يعني دكتور نبيل. أمام الوضع الخطير الذي نعيشه الآن في قطاع غزة، أهم النصائح الإرشادات التي ممكن أن نقدمها للمواطنين من أجل أن يلتزموا البيوت، من أجل أن يحموا أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس؟ من أهم النصائح والإرشادات أنه نجد أن نوجه الرسالة التي نتحدث فيها دائما، لا تستهينوا بفيروس كورونا. فيروس كورونا لا يفرق بين كبير وصغير، وكان عبر الفضائيات أعتقد جميع رأى بأم عينيه شبابا في مستشفى الأوروبي لا يستطيعون التنفس، ومنهم من تم فقدانه وتوفي إلى رحمة الله. نعم. فيفترض أن هذه تعتبر من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه لها المواطن، أن هذا الفيروس لا يجب الاستهتار به، لأن استهتارك بهذا الفيروس سوف يقتلك أنت ويقتل أحبابك ويفقدك الناس الأعزاء عليك. لذلك عليك الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة. فأختي الفاضلة، لو تحدثنا بصريح العبارة نجد أن وعي المواطن الفلسطيني والوعي المجتمعي هو المضاد الأنجع، وأسميه اللقاح الأنجع لمحاربة فيروس كورونا. في المرحلة الحالية إذا لم نتبع إجراءات الوقاية والسلامة سوف نجد مزيد من الانتشار لفيروس كورونا. لذلك رسالتنا للمواطن الفلسطيني أن تهتم بنفسك وتهتم بعائلتك، عليك أن ترتدي الكمامة، تلتزم بارتداء الكمامة أن يكون عنصر ذاتي لنفسك، لأن تراقب ذاتك، لأنه حماية لنفسك ولعائلتك ولأسرتك ولوطنك. النقطة الثانية التباعد الاجتماعي، أن يكون هناك تباعد اجتماعي ولا يكون اضطهاد. وهنا رسالة إلى وزارة الداخلية، نوصي بالتشديد في هذه الإجراءات. نعم. يجب أن يكون هناك تشديد على المواطن وتشديد على التجمعات، لأنه إذا لم يكن هناك تشديدات، وهذا ما نجح فيه العالم، كيف نجح العالم في التخفيف وكسر حدة انتشار الفيروس؟ من خلال اتباع إجراءات صارمة في التعامل مع انتشار الفيروس، من خلال تشديد الإجراءات على المواطنين وعلى المؤسسات والقطاعات التي لا تهتم بإجراءات التباعد الاجتماعي أو بارتداء الكمامة. لذلك المطلوب أمر سهل جدا وليس صعب، نوصي المواطنين أن يلتزموا بإجراءات الوقاية من خلال ارتداء الكمامة، المحافظة على النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بالماء والصابون، النظافة المنزلية، أيضا التباعد الاجتماعي، أن لا تكون موجود في مكان مكتظ مع آخرين لأنك تكون عرضة، وتركز، وهنا نركز على ارتداء الكمامة حين وجودك في تجمعات، لأنه في خلال مسافة بسيطة يمكن أي مصاب، لأنه الآن الفيروس ينتشر بسرعة فأنت معرض لأن تصاب بهذا الفيروس. لذلك الوقاية خير من العلاج. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقي شعبنا ووطننا من انتشار هذا الفيروس، وأن لا ندخل في مربعات خطيرة، وأن ندخل في مربعات التفاضل، وأن يحد انتشار الفيروس. ولكن نحتاج وعي مواطننا الذي نأمل منه مزيدا من الالتزام حتى نقي وطننا وشعبنا من هذا الفيروس الذي له عواقب جسيمة على الواقع الصحي والمجتمعي في وطننا الفلسطيني. نعم، تأكيد كل الشكر لك دكتور نبيل العلا، أستاذ الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة الأقصى، كنت معنا عبر تقنية سكايب. شكرا لك، قدمت لنا الكثير من المعلومات وشرحت بالفعل الوضع القائم، الخطورة الموجودة الآن في قطاع غزة، ونحن لا نهول من الموضوع يعني مشاهدينا الكرام، لكن بالفعل هناك خطورة في ظل ازدياد منحنى الإصابات بالفيروس، ونحن لسه
لم ندخل يعني فصل الشتاء، فبالفعل الآن هناك مسؤولية اجتماعية على الجميع، على الأفراد، على المواطنين، على الحكومة، على المؤسسات أيضا. الحكومة يجب أن تقوم بتجديد إجراءاتها، ويجب أيضا أن تقوم بإلزام المواطنين عدم التنقل بشكل كبير بين المحافظات. لو أردنا أن نتحدث عن مدينة غزة، يعني مشاهدينا الكرام، كون نحن يعني نشاهد هنا منطقة الرمال، يعني هناك اكتظاظ كبير، خروج للمواطنين للأسواق، إقامة الأفراح أيضا في البيوت تؤدي إلى نقل الفيروس بشكل أكبر من خلال تواجد الكثير من المواطنين في هذا المنزل. يجب أن نهتم بأنفسنا حتى ما ننظر أي حدا بنحبه إحنا. استهتارك بالفعل يقتل أحبابك، يجب أن نرتدي الكمامة بشكل متواصل حتى نحد من عدد الإصابات بهذا الفيروس، وما نصل إلى مرحلة التفاضل كما ذكر الدكتور نبيل العيلة، مرحلة التفاضل بين المصابين بفيروس كورونا. خصوصا الآن المستشفيات باتت يعني تتحدث وتشتكي أنه هناك يعني قلة في الأسرة، لا يمكن استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين المصابين بهذا الفيروس. إذا يجب أن نلتزم جيدا بإجراءات الوقاية والسلامة. طبعا الشفاء التام نتمناه لكل المصابين، والسلامة لكم جميعا مشاهدينا الكرام. دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نتابع في فقرة أخرى.